التدفئة واستعمال الغاز في فصل الشتاء وما ينتج عنهما من انبعاثات لغازات قاتلة حسست بخطورتهما شركة سونالغاز بعدة بلديات من ولاية بسكرة. تسمم CO2 كيشموه المرعوبة العيطوة عنها الغاز يدير فيه مخاطر. الغاز هو مش خطير ما تبع للأضاءات هذيك. الغاز يدير المرعوبة هذا ما فيه شريحة هذا تشم ما تخلصش تشموه هذا لاباراي هذيك تجبدو. مواطن الولاية أبدو اهتماما بالغا بهذه الحملة. حملة نظيفة على الأقل توعينا وتنعتنا ذاك وكتشوف الماء في الأموات ديما كاينة على كل يوم يموتوا آلاف من الغاز وديروا حسابكم من الغاز وتهلوا في رواحكم حملة زينة توعية للناس على الأقل يوعوا الناس بعد يفيقوا بالنار خطير شيوات لازم تشوفيني فيهم تاع الغاز تاعو كاش ما يشوفش انفاس كذا فكرة باش يرقد متهني حتى على عائلته بعد. الشركة من جانبها أعدت برنامجا بوسائل مختلفة حفاظا على سلامة زبائنها. الحملة التحسيسية السنوية التي تقوم بها مديرية توزيع الكهرباء والغاز من أجل الحد من الأخطار التي قد يتسبب فيها سوء التعامل مع مادة الغاز الطبيعي وخاصة الغازات المحروقة غاز مونوكسيد الكربون الذي يحصد سنويا الكثير من الأرواح. في هذه السنة أضفنا أيضا التحسيس والتوعية حول التعدي على الشبكات الباطنية لريزو سوتيرا سواء الكهربائية أو الغازية والتي تتعرض يوميا للاعتداء مهددة سلامة وأمن المواطنين. وتراب مديرية توزيع الكهرباء والغاز أكثر من 186 اعتداء على منذ بداية شهر جانفي 2020 على الشبكات الكهربائية الباطنية و 45 اعتداء على الشبكات الغازية. دورات وزيارات للمؤسسات التربوية بكل أطوارها فيها دق على الأبواب خاصة المناطق الموصولة حديثا بالغاز الطبيعي. ويبقى الحذر واليقظة ضروريين مع الصيانة الدورية وعند شراء التجهيزات الغازية وأثناء الأعمال المنزلية والأشغال العمومية القريبة من مختلف الشبكات.